السلام عليكم أصدقائي، اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على أفضل برامج تحميل فيديوهات تيك توك بدون علامة مائية وبدون حقوق طبيعة الحال. فكيف ما كتعرفوا معنا غادي نستعملوا فقط المواقع، وأما بالنسبة للبرامج غادي تلقاوها على بلاي ستور. مهم باش بلا ما يعني نبقاو نتيليشارجيو ونديرو الوقت ديال الابليكاسيون، وغادي نستعملوا مواقع. وهاد المواقع كيتميزوا على لي زابليكاسيون في بلاي ستور. انا بركة الله نوريكم الطرق كيفاش. عندنا ثلاثة ديال المواقع اللي هما سيف تيك، وعندنا تشي تيك ميت، وعندنا سناب تيك. دونك غادي نبداو باول واحد اللي هو سيف تيك. ندخلوا له سيف تيك، هون تيك اللي هو هذا، وين اب فالإخوان باش نشوفو يعني واش خدام لينا هادشي ولا لا. غادي نمشيو لتيك توك وناخدو شي رابط ديال شي فيديو. نمشيو ناخدو شي رابط من تيك توك، مثلا ناخدو هذا كيفية نسب. كيف كتشوفو معنا يعني في علامة مائية، غادي نكليكيو على تاسة النقاط وغادي ناخدو. من بعد ما خدينا الإخوة الرابط غادي نرجعو الموقع ديالنا اللي هو هذا، وغادي نجيو فوق هاد الخانة هادي كيف كتشوفو معنا، وغادي نديرو كولي. من بعد غادي نكليكيو على هاد الأيقونة هادي اللي بالخضر ديال التحميل. كيف كتلاحظوا معنا يعني عطانا أننا نديرو تحميل الفيديو و ام بي 3. دونك حنا غادي نستعملو الفيديو فيرمي. كيف كتشوفو معنا هو بدا في التحميل. من بعد مثلا التحميل غادي نمشيو لتيليشارجمو. كيف لاحظتو معنا الاخوين بان الفيديو تشارجا، علينا الا ان نقراه. نديرو سي فوا. كيف لاحظتو معنا بان الفيديو ديالنا تحمل بدون علامة مائية. كذلك اخوان نمشيو نجربو الموقع الثاني اللي هو تيك ميت، سميتو تيك ميت على جوجل. اللي هو هذا الاول هذا، اولا نقدروا نستعملوا هذا الثاني واحد فيهم. المهم على الايين كليكيو داونلود. كيف كتلاحظوا معنا غادي نديرو سيف فيديو اتش دي. اوكي سيف فيديو اللي كيكون هادي. دونك غادي نستعملو الاول فقط لي يعني التجربة. غادي نديرو اوفغيغ. كيف لاحظتو معنا فيديو يعني بدون علامة مائية ديال تيك توك. كذلك غادي نستعملو الموقع الثالث اللي هو سناب تيك. غادي ندخلو لأول موقع. غادي نجيو كيف المواقع الأولى، غادي نكليكيو على الخانة نديرو كولي. من بعد غادي نكليكيو على داونلود أو لا التحميل العربية. كيف لاحظتو معنا الإخوان عطانا ثلاثة ديال لي سيرفور.
نختاروا الأول. كيف لاحظتم معنا الإخوان بأن الفيديو ديالنا هنايا يعني تحمل بدون يعني علامة نائية. فقط هناك ملاحظة إخوان، غادي نكليكيو على تحميل أو لا تيليشارجي باش يتستوكا لينا في التخزين أو لا وحدة التخزين ديال الهاتف ديالنا. كنكليكيو على تيليشارجي و كيتيليشارجي لينا. فنتمنى تكون عجباتكم إخوان هاد الحلقة هادي، و متنساوش كيفما تبارطاجيو الفيديو ديرو لايك تابوناو و تفعلو زر الجرس باش يوصلكم جديد إن شاء الله. موعدنا الحلقة الجاية، والسلام عليكم.